المشاعر كبيره. انا بصراحه استمعت الى حديث والده الكابتن ايمن حسين. انا شخصيا سعيد للكابتن ايمن حسين، لاعب اللي عانى من ضغوطات كبيره بصراحه خلال الفتره الماضيه، ضغوطات كبيره يمكن ما يستوعبها اي لاعب. اليوم ايمن كان بالموعد مع كل زملاء اللاعبين، الكل انا ذكرت لك داود، حتى البدلاء كانت روحهم مع المجموعه. يمكن لاعب انا ركزت عليه بشكل كبير ما شاركوا في مباراة اليوم، لكن كانت روحه وتفكيره مع المنتخب حتى بالحالة اللي ما شارك فيها بالمباراة اللي هو زيدان إقبال، حتى من خرج في منطقة المكزون كان سعيد وفرحان وكان يهنئ زملاء اللاعبين. لذلك هذا الموضوع داود مهم جدا، كيف أنت تزرع هذه الثقافة داخل اللاعبين وكيف تخلي الجميع بروح وحدة. لذلك حققنا هذا الانتصار على منتخب بقيمة اليابان. خليني بس أخذ أخويا من الكويت، مبروك هذا الانتصار اللي يحسب لكل الدول العربية. طبعا ألف مبروك حق الشعب العراقي، الفوز المستحق صراحة، أداء ونتيجة. يعني أنا واحد من الناس حضرت بالملعب وشفت يعني الأجواء خيالية، وصراحة مستوى كان أكثر من رائع. تستاهلون إن شاء الله فالكم الكاس مثل 2007، تأخذونا مرة ثانية إن شاء الله. صعب الجمهور العراقي، والله صعب الجمهور العراقي، يعني رقم واحد حاليا مني في الدوحة. وإن شاء الله قلت لك يعني فالكم الكاس، المنتخب أداء طيب وأتوقع أنه ماشي بعيد إن شاء الله في البطولة. شكرا لك، ربي يحفظك، شكرا جزيلا. خليني أسألك عن الأجواء داخل الملعب. والله أسألك عن الأجواء داخل الملعب. العراق هو منح البطولة أولا، وإحنا هذا الفوز اليوم بحد ذاته بطولة صراحة. ليش؟ لأن إحنا نعيد جيل جديد. بالنسبة لأيمن، أنت ذكرت أيمن، إحنا لقبناه بلقب جديد، البلدوزر انتهى بعد أيمن. والله جميل هذا اللقب، صدق يعني بلدوزر اليوم يعني وفى وكفى رغم شقد ما تعرض يعني ضغوطات كبيرة. أي بالضبط. وسلامي للكابتن عباس عبيد وحبيب جعفر ويوسف الأمين، ذكرنا بحبيب جعفر والطبات مالته، والحمد لله لاعب مميز. أكيد أكيد، والله شوف التميز أكثر شيء للمدرب والجمهور. الفوز الحقيقي تكاتف الجمهور والمدرب، راهنا عليه والحمد لله والشكر، اليوم أثبت علو كعبه، والفوز والكاس صار قاب قوسين أو أدنى، والحمد لله والشكر. وإن شاء الله تكرر ال 2007. مبروك، الله يسلمك، مبروك هذا الانتصار التاريخي الكبير. الله يبارك فيك ويسلمك يا ربي. شلون عشت الاجواء داخل الملعب اليوم؟ تجن الاجواء اليوم يعني خياليه، وكانت اللعبه قتال، بس الحمد لله والشكر يعني ايمن ما قصر، ينطي الف عافيه، والله رفع راسنا. كان بالموعد اليوم ايمن، هدفين وعلى اليابان. الله ينطي الف عافيه. قبل المباراه توقعتي النتيجه؟ صعبه كان. والله بصراحه قبل المباراه كان الوضع كلش يخوف، بس يعني الحمد لله يعني فاجئونا وفرحونا ورفعوا راسنا، الله ينطيهم العافيه ان شاء الله. مبروك. الله يبارك فيك ويخليك. شكرا. الله